السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعبة بروغر من جهاز أتاري 2600. تم إنتاج هذه اللعبة عام 1982، يعني 1402. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هذه اللعبة من إنتاج شركة كونامي. يا السلام. طبعا اللعبة بكل بساطة انك تشيل الضفدع الضعيف هذا المسكين، انك توديه لما الماما حقته. يا سلام. تدخل مع الضفدع الشفاف، تكون اتحاد قوي. يا السلام. لا 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 لا. المرحلة الثانية. شوف التمساح يا اخي، مدني التمساح. انا تمساح، اعوذ بالله، وجهك كئيب، جيب الكآبة. ثلاث حبات الآن، تبقى لنا حبتان. ندخل مع الضفدع الشفاف. باقي واحدة. أيوة تعال. أيوة. لا 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 لا. المرحلة الثالثة شوي أسرع. والله مو بسيطين كونامي. أح، إيش الكلام هذا؟ أيوة. لا 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 لا. أيوة. لا يا شيخ، إيش الكلام هذا؟ لا يا أخي، وش الكلام هذا؟ إيه والله يا مشوت، يمشي 200. الضفدع، التمساح قصدي، راك من فوق ظهره. باقي حبة واحدة، حبتين قصدي. يلا عاد لازم نكون حذرين شوي، لأن ال لا 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 لا. شوفوا حطوا حية بعد جديدة، صعبونا كل ما لا تصعب. والله خط السريع ماشي، والله ما أقدر. ووو تريلا. you
يوجد تمساح هنا؟ أيوة، لا 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 لا. وبكذا نكون خلصنا من لعبتنا فروغر، إن شاء الله عجبتكم، واللي حاب يلعب فيها موجود تحت الرابط، تحت رابط تحت حلوة تحت الرابط موجودة الرابط تحت الفيديو، اللي حاب يلعب فيها موجودة في موقع توك يعني. ومعكم كان معكم رامي الكثيري، وإن شاء الله عجبتكم اللعبة، ومع السلامة.